اوكي الملك وليد الزين. الله وين الموسيقى؟ شعري اليوم يحكي عليك. الله. نكتب بالريشه بالحبار كل بلاصه تواتيك. اشهز زين وهالخنار زين كل ديكور يخرج عليك. الله. حتى من هو حتى متاع نشره الاخبار يعطوك كرسي واباجوره تعمل لهم حصه نار، يعطوك ميكرو وجرد ياجوره تعمل حصه على ضو النهار. عملت الرياضه قالوا اش دخلك في الكوره، مركيت بلاستك وما ضربتش على البار. سيد لاسياد مبروك ديكورك يا معذب جمهورك كبار وصغار، محلى حضورك صوتك يسطح وسط الدار، معلى صورك محروس بالقزاز وباللار، اللي يقرب يتجرح ويندم على اخذ القرار. سيد لاسياد انت الضحكه وسط العله، انت الشربه وسط القله، وكل مشكل تلقى له الحله. انت اسمك نوفل واحنا الشله، انت شمس محلها تطلى بنورك تطيب الغله، انت القمر انت القمر يا سيد لاسياد، انت تقمر مليح وتحط الكوره وسط السله. سيد لاسياد انت الورد انت الياسمين والفله، انت زي المطر وين تصب تنفع، انت زي البحر موجك عالشط يلمع، انت زي القمر الشعراء قدامك تركع، انت زي صوت زهير الصيد من بعيد صوته يفجع. سيد لاسياد الميكرو والكاميرا يحبوك، والبروجكترات انت تضويهم مش هما يضووك. انت تعفس على البلاتو اللوح يلصق البعضه ويحلفوا ما يعثروك، المخرج حالف كان انت في الكادر ياخذوك، حتى اللي دخل يصور هذايا البارح قال ما خف هالكاميرا اعملوا حصه باربع اسواع يا حبوك. الله الله الله. اي شنو رايك في الابداع؟ الحقيقه ما متفيش انا اي معناتها تعرف فما ثنيه تعملها باش تواصل معنا. تفضل جوستمو انا كنت اسال بليل توا اني ثنيه شدها بليل المساوي ولا وليد الزين، ما فيش فيهم الحقيقه. هو هذاك نحب نقول لك بليل المساوي نشاز نشاز دونك وليد الزين شدي ثنيه ما ترى نجم نعمل رد بالكم. اي النجم معناتها وقت اللي نقلق من الشله ولا ما يفرحوش بيك يا وليد نعملوا لباس نتاع العاده يا حسره. فوالا مرحبا بكم في لباس. نتذكر 2011 وقتها نشط لباس يا مطران. أيوة. ستة شهور والناس تتمقعر وشنو هي الديكور وش بيه هكا معوج وش بيه كذا. أيوة. لين الحمد لله معناتها ولات ناجحه. واضح هاي من يجي لباس وحدي جي فوالا مادام الشله فرحانين بيا نرجعوا معاهم مش مشكل. بالله فما بيتسال هنا ما عرفتهاش برشا قالوا لي الشريفه المغربيه كنت وليد الشيء الصاله لهنا تحسك حاط استوديو للكري زاد فوالا معناتها الصاله هنا ما فهمتش لشنو ما قالوا ليش كي حضروا الديكور. والله والله هو يوسف قال لي بقاو لي زوز كراسي بلاسيتهم يا نوفل يا نوفل باش ما يضيعوش يا نوفل فوالا دونك يا نوفل مش والله والله تحية رمزي هل تعلم ينجم يلقى بلاصته صحيح هذيك بلاصه رمزي هل تعلم لازمك تحسبك قاعد غاديك يستنى يغيب شي وليد يغيب شي سفيان يغيب شي انا يغيب شي مطران. يعطيكم الصحة تلفزه تي في. نمشيو توا للملك سفيان. لونيتك نتاع القراية ما جبتهاش ان شاء الله. الملك سفيان الدهش مش على ربي وفقهم تو نحكيو عليه الفيلم، ورغم ذلك يجي ويسرق من الوقت. شكرا لهم زيدا لانهم منسقين الاوقات فوالا قاعدين نسقوا بالاوقات خاطر سفيان ما نجموش نستغناو عليه بصراحه. معناتها انا مطران فما ملاحظه وجعت لي قلبي نقولها ولا نسكت؟ قول. تذكر عم ناول كل يوم يحكيوا عليك في الشعر ريتك شو وليت ديباسي ما عادش لموضه ما عادش لموضه لغايه اين الحب يا مطران؟ بالعكس مازال جاي مازال عام طويل. لا هو تو مدام قال فيك قصيده ما قالهاش سيف شو اسمه المتنبي في سيف الدوله صحيح ما عادش باش يتلفت لحتى اتجاه على اليمين. الحمد لله يلا نعاود نذكر دونك شكرا على المساجات قاعدين تبعثوا لايف اليوتيوب تتفرجوا فينا تكتبوا لي كومنتير تلقاهم على الشاشه تبعثوا لنا زاد مساجاتكم تو باش نعملوا فيديوهاتكم في اي مكان على 22 00 36 32 على الواتساب. شكرا تتفرجوا فينا تو على تلفزة تي في على ألفا تسمعونا على راديو ديوان. نمشيو توا للبوليميك باش نحكيو على البركاجات بعض القضية الشهيرة الفيديو اللي انتشر في 24 ساعة وتم القبض عليه. أي. شكرا للأمن بصراحة تم القبض عليه بسرعة ونحكيو على البركاجات هذه الكارثة التي موجودة